نحن الآن في مدينة جنين، حيث العملية العسكرية لا تزال مستمرة على مخيم جنين منذ ما يقارب 15 ساعة ويزيد، بالتحديد منذ الساعة 3 فجرا اقتحمت آليات الاحتلال جميع مداخل جنين وحاصرت مخيم جنين ومنعت الدخول والخروج منه. حتى الآن هناك 6 شهداء، والآن أعلن عن شهيد سابع ليصل العدد إلى 7 شهداء، 4 منهم ارتقوا أثناء غارة جوية أسقطت على البلدة القديمة سوق الصباط، وشهيدين آخرين برصاص الاحتلال، والشهيد الآخر أثناء منع الطواقم الطبية من الوصول إليه وهو طفل من بلدة اليامون. حتى الآن العملية في مخيم جنين هي مداهمات لعدد كبير من المنازل واعتقالات بعدد كبير، حتى الآن لا يوجد عدد واضح لعدد المعتقلين أو أسماءهم أو عدد البيوت التي دوهمت، أو حتى يعني هناك اعتداء بالضرب المبرح على عدد كبير منهم من أفرج عنه في سالم، ومنهم لا يعرف مصيره. حتى الآن هناك تفجير لعدد من البيوت، وهناك يعني تمركز للآليات في جميع المداخل. نحن الطواقم الصحفية نمنع حتى الآن من الدخول أو الاقتراب من مداخل مخيم جنين، وأعيق عملنا منذ ساعات الصباح، وأصيب زميلان بقنابل الصوت وقنابل الغاز. أيضا هناك يعني اعتداء وإعاقة لعمل الطواقم الطبية، تمنع من الوصول للمستشفيات، وهناك أيضا منذ يعني تجربة أخرى تعاد بعد الاجتياح في شهر تموز لمحاصرة جميع مستشفيات جنين وإعاقة عمل الطواقم الطبية. التغطية لا تزال مستمرة، وسنوافقكم بباقي التفاصيل.